اهلا بحضراتكم من جديد، النجم الكبير الكابتن عادل فهيم ونجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا ومشرفنا يا كابتن. اهلا يا كابتن. اهلا بيك. عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عن النادي الاهلي، هنتكلم عن كمان مشوار الاهلي في افريقيا، عندنا كمان شكل الدوري العام اللي اقيمت دلوقتي مباراته حتى الجوله السابعه. بشكل عام كده كابتن، شايف الجديد في السبع جولات اللي اتلعبوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه، دايما في بدايه الدوري كل الفرق بتبقى حريصه انها ما تتغلبش. تمام. واحيانا في فرق اخرى اللي هي طبعا الفرق اللي هي بتسعى للبطوله من البدايه، طبعا كل نقطه بالنسبه لها بتبقى مؤثره جدا. نادي بحجم النادي الاهلي طبعا مسيرته، وطبعا فايلر عمل انجاز كبير جدا، انه بدايه دوري 5 مباريات متتاليه بفضل الله مكسب، وبالتالي ده قيمة البطل، على الرغم ان هو طبعا شغال افريقيا وشغال كاس، ومع ذلك الحمد لله بتوفيق ربنا عمل الريكورد ده 5 مباريات، ودي طبعا بداية مبشرة بالخير. بقية الفرق في اندية بتتعثر، وفي اندية بدايتها ما بتكونش طيبة، على الرغم ان كان السنة دي معظم الاندية باستثناء 3 4 اندية كان عندهم وقت كافي جدا ان هم يتعاقدوا مع مدربين، والمدربين يجيبوا لعيبه ويعملوا نوع من انواع، يبقى فيه ميزانيه محترمه بحيث ان تبدا الدوري وانت بشكل قوي. بشكل قوي. تمام. اللي انا شايفه ان في ناس بتشتري لعيبه واحيانا بتبقى في مراكز مش بتاعتها، او ساعات بتشتري لعيبه وبعدين تجيب المدير الفني. فدي طبعا اخطاء ما يصحش انها تبقى موجودة في دولة بحجم مصر. دوري المصري المفروض ان هو دوري من اقوى الدوريات في العالم العربي، وبالتالي اي ادارة نادي المفروض ان انا بتعاقد مع المدير الفني، والمدير الفني بيبقى مسؤول عن قدوم اللاعبين. والبداية طبعا هتبقى بداية جيدة، لان هو انا احسنت الاختيار في البداية، اكيد بختار كويس الاول، والاختيار الكويس هيديني صفقات. الصفقات اللي انا هجيبها حسب رؤية المدرب، هو محتاج ايه وهيلعب ازاي. تمام. طبعا عدم وجود جمهور انا بشوف ان هو من الحاجات اللي هي اهم حاجة في الكورة، ان انت بتمتع الجمهور. انت مش بتلعب عشان تكسب، المكسب ده بيبقى نمرة 2 ونمرة 3، انما كرة القدم اتعملت علشان الناس تروح الملعب وتستمتع بالاداء من الفرقتين. يعني طبعا الكرة للجماهير. بالظبط. ما هي الكوره اتعملت عشان كده. بالظبط. انا بشجع النادي الاهلي، الاهلي كسب ما كسبش انا الاهلي، وكذلك كل الانديه، فانا بروح علشان استمتع. الى جانب الاستمتاع انا طبعا عايز بطوله، وعايز اكسب، وعايز فرقتي تمتعني كوره وتمتعني بالنتيجه. تمام. في بعض الفرق للاسف الاداء بتاعها يعني تيم بحجم الجونه مثلا، امكانيات وطاقم تدريب ولاعبين يعني في نهايه الجدول، طلائع الجيش، يعني في فرق من اللي هي عندها امكانيات كبيره، ومع ذلك الاداء او النتائج مش ماشيه مع الامكانيات ديت. الحاجه الثانيه كابتن، تبص تلاقي ناس، واحنا لسه في الاسبوع السادس، بتغير مدربين. 4 5 فرق غيرت مدربينها. يعني في مدربين حضروا مثلا ماتشين 3 واتشالوا. اسماعيلي غير، والجونه غير، والطلائع غير، والزمالك غير. والزمالك غير، يعني دي موضه ولا ايه؟ انا يعني انت يبقى انت لم تحسن الاختيار من البدايه. انت حتى ما اديتش المدير الفني الوقت الكافي ان هو يعني ينسجم مع اللاعبين، يحط، لان برضه زي ما انا بنقول ان ربنا خلقنا كل واحد فينا ليه ميزه، في فروق فرديه. في مدير فني زي فايلر كده، فايلر جه بسرعه قدر ان هو يستوعب اللعيبه ويعرف امكانياته. في مدير تاني يقعد سنه قبل ما يعرف، في واحد تاني بعد 2 3 شهر. فانت دايما بعيد، وبكرر انت عندك فسحه من الوقت. هات 3 4 مدربين، عايزهم مصريين، عايزهم اجانب، وهات الزيفيهات بتاعتهم واقعد معاهم. تمام.
شوفه بيتكلم ازاي مقنع، هيقنعك طريقه تفكيره ايه، شخصيته ايه. ما هو المدير الفني ده زي الاب، لازم الناس تحبه قوي وتخاف منه وتحترمه زي الاب بالظبط في البيت. فالاداء الفني كمان، حضرتك بتتكلم على الانسان اللي بيختار ان هو يجيب حد يقعد يسمع منه ويفهم منه، ده لو هو كان حتى يعني عنده فكره عن الكوره. انا بسوق، بالظبط، بسوق طياره، بالظبط، اجيب واحد اي حاجه وبعدين اروح ماشيه بعد ما الطياره تقع، ما ينفعش. تمام. انت ماسك فرقه وراها جماهير ووراها صرف، انت بتصرف وعملت معسكرات ولبس واشتريت لعيبه، كل الصرف ده وتروح جايب مدرب انت مش مقتنع بيه، ما انت اللي مقتنع بيه ما تمشيهوش بعد اسبوعين ثلاثه. طب يا كابتن، يعني حضرتك لو مسؤول واخترت واخترت مدرب كان ليه سي في قوي او ايا كان، او حضرتك اقتنعت بيه وبيخسر حتى مش ما عندوش اقناع بالاداء، يعني ما اقنعكش كمان بالاداء، يعني بيخسر ومفيش اداء، حضرتك المفروض تصبر عليه ولا الموضوع بيبقى ازاي؟ لا يا كابتن، هو الموضوع مش السي في، بس في واحد بيمسك منتخب شهرين وياخد الشهاده، ياخد شهاده ان هو مسك منتخب مصر. صح، اجيري مسك منتخب مصر. صح، ده اجيري كان ماسك قبل ما يجي منتخب مصر، كان ماسك لا العمليه جدا. العمليه مش سي في. العمليه انا كرئيس نادي لما بقعد مع مدير فني واثنين وثلاثه واربعه، انا ورايا ايه؟ انا هصرف ايه؟ تذكره طياره ويومين في الفندق؟ تمام. اجيب اربع خمس مدربين واقعد معاه اشوف شخصيته ايه وتكوينه ايه وطريقه كلامه ايه وايه الفكر بتاعه وايه طموحه، كل الحاجات دي قعدتين ثلاثه. الاداره، رئيس النادي مع اللجنه اللي بتدير النادي او الناس الفنيين اللي عنده، يبقى عندهم الرؤيه ان الراجل الشخصيه دي تركب معايا. طب حصل كده والراجل ده فشل في النتائج وفي الاداء، يعني ما اقنعش الناس ولا اقنع حضرتك بالاداء، بتفضل لازم اصبر عليه على الاقل، على الاقل دور كامل، دور كامل. انت شفت فرق في مصر هنا السنين ايام الدوري ما كان يعني في جماهير واول اخره، كنت بتلاقي فرقه تتغلب ست سبع ماتشات وبعدين تبص تلاقيها بتنافس في المربع بعد ما الاداره تمسكت بالمدير الفني وادت ايحاء للاعبين ان انا ورا المدير الفني مش هغيره. دي بتبقى الاداره اللي هي واعيه، لان انا اخترت واحسنت الاختيار وهو جاب اللعيبه اللي هي تخليني انجح. خلينا نتكلم في تجربه عمليه تكيس مدير فني دجله السنه اللي فاتت، كل الناس قالت ده وحش ولازم يمشي وازاي الاداره صبر عليه، في الاخر قالوا لا ده بصراحه ده مدير فني كويس جدا ولازم يقعد، وهو السنه دي في ال 18 برضه. واداره يعني هو دجله رقم 18 متمسكه واقتنعت بالراجل. هكلمك على المدير فني دجله تحديدا وموقف دجله، يعني الله يفتح عليك، لان حاجه جميله جاء يعني طبعا الاداره مقتنعه بالمدير الفني، والمدير الفني ما عندوش نجم، يعني وادي دجله لما تشوف مين النجم البارز قوي في بيلعب كره جماعيه، ناقصه انه يبقى الاداره مع المدير الفني يبقى في عنصر او اثنين اجيبهم يكملوا الفرقه. يعني انت بتعمل استحواذ كويس وبتتعب اي فرقه، ناقصك ايه؟ هتجيب جول. بالظبط. يبقى انت محتاج انك انت تجيب حد يخلص لك الجهد ده، الاستحواذ اللي انا واخده طول المباراه اترجمه الاهداف، اترجمه الاهداف، يبقى اجيب فرودين، اجيب فرودين. انت معتمد على اولاد النادي ومعاك ولدين ثلاثه صغيرين من الافارقه، تمام، كويسين جدا، باك ليفت كويس قوي تمام. طيب وبعدين؟ طب ما بجيبش جوال، وبقى السنه اللي فاتت يعني نجيت بعجوبه، الى جانب ان انا احسنت الاختيار والمدير الفني فعلا مدير فني كويس، لازم اكمل له دي بقى النقص ده، اقعد معاه انت محتاج ايه؟ تعتمد على اولاد النادي، حاجه جميله جدا، بس انت الموسم اللي فات انت نجيت باعجوبه، السنه دي مش هينفع ان انا بعد سبع ماتشات ابقى انا يبقى في ريسك، ممكن اقعد وممكن اقعد. انا مقتنع بيك، طب قول لي بقى طلباتك ايه؟ ما انت لازم، انا كمان لما رئيس نادي يا كابتن عبد الحميد واقعد مع المدير الفني اقول له انا طموحي ايه؟ بالظبط، انا عايز ابقى في المربع عشان انت تشتغل على الحته دي، انا عايز ابقى في المنطقه الدافيه، انت طموحك ايه كمدير فني؟ انا طموحي كنادي كده، اهلا وسهلا، معايا مش معايا خلاص، انا نفسي اخلع عقد. تمام. علشان وهو بيشتغل ما يبقاش بيتفسح، مش كل ماتش بتغلب، لا انت مدير فني بس لازم كمان يبقى عندي طموح. تمام. الطموح ان انا اقعد بقى مع مدير النادي او رئيس النادي اقول له من فضلك انا محتاج
فيرويد. يعني السنه اللي فاتت المفروض انت نهيت ونهيت بعجوبه، كان المفروض السنه دي تجيب على الاقل فيرويدين معاك. ان هو اصل عندك ايه في حراسه المرمى، هل في بديل لعبد المنصف؟ يبقى في بديل كف اذا عنده خلاص، انما لازم اجيب حد يترجم لي الاستحواذ ده والخطوره دي الى اهداف. انما بقى ما يعني ما بقاش في نوع من الاصرار على الغلط وانا ماشي في طريق. يبقى انا الى جانب حسن الاختيار يبقى في دايما امكانياتي اللي تساعدني ان انا اكسب وابقى في الطموح اللي انا عايزه. تمام. هل اقاله المديرين الفنيين يا كابتن بتبقى يعني مخرج لمن يملك القرار من الضغط الجماهيري والكلام ده كله؟ معظم الناس كده. اسهل حاجه، اسهل عنصر في عناصر اللعبه انا ماشي المدير الفني. ما هو مجلس الاداره مش هيمشي ولا اللاعبين هيمشي، طب مين العنصر الضعيف في الحته دي؟ هو المدير الفني. وبعدين ان في مدير فني لو هو مصري خلاص ما بياخدش حاجه، ان مدير فني اجنبي يبقى حاطط بقى ايه، تديله مرتب موسم كامل او تديله 6 شهور او تديله 3 شهور خلاص هو يبقى جاي عامل عقد بتاعه. وبعدين هو قبل ما بيجي بيبقى دارس الدوري بتاعك وعارف النادي اللي انا هدربه ده سلوكياته ايه واخلاقياته ايه، وبيقولوا لبعض. وبعدين التليفون كل المعلومات عن اي نادي بتلاقيها. وبالتالي انا مفروض الاداره برضو ارجع للاداره ان انا بمشي مدير فني. طب لو انا هدفع الفلوس دي من جيبي مش لازم احصل الاختيار؟ لو انا ال3 شهور دول اللي انا هدفعهم مبلغ وقدره طبعا، فدي برضو مسؤوليه الاداره اللي هي بتحسن الاختيار علشان ما كلفش النادي خسائر فنيه ان انا ابقى متدير الجدول، ثم خسائر ماديه وخسائر نفسيه كمان. اللعيبه خساره في خساره في خساره في خساره بيحصل لها نوع من الاحباط. صح. علشان تقومهم تاني تجيب مدير فني جديد، وعقبال ما يقف على رجليه ويعرف امكانيات اللعيبه ويعرف هم بيلعبوا ازاي والفتنس بتاعهم وصل لفين، تكون العمليه فلتت منك. ودي طبعا عمليه خطيره جدا. عشان كده بقول ان احنا السنه دي بعد افريقيا في انديه قعدت 4 شهور اجازه. يعني كلام حضرتك بالنسبه للبدايه، بدايه الدوري كان في ناس عندها وقت كافي جدا انها تحصل الاختيار سواء مصري او اجنبي، وتحصل الاختيار في اللعيبه اللي هي بتجيبها، ومش لازم تجيب نجوم. يعني انا ممكن في الممتاز بيه عندنا في لعيبه ممتازه جدا، يبقى انا برضو اشوف افارقه يعني اروح اجيب عندنا أفرقة. والله لعيبه كتير جدا عندنا قوي يعني مصر مليانه بالنجوم ومليانه باللعيبه، محتاجه بس نوع من الصنفره والاهتمام، وبيعيش جو المحترف وازاي تديره، ازاي تدير اللاعب دوت. اكيد. بصفه حضرتك نجم كبير جدا في النادي الاهلي، ويعني شاهد على العصور الذهبيه النادي الاهلي كتير جدا، ليه النادي الاهلي مختلف في التعامل مع ازمات المدير الفني؟ يعني لما نلاقي مدير فني عامل نتائج مش حلوه تلاقي الجماهير نمشيه، لا النادي الاهلي ما بيمشيش. لما النادي الاهلي يجيب مدير فني تلاقي الجماهير لا ده ما في، زي فايلر مثلا، لا انا متمسك بالمدير الفني بتاعي. ليه النادي الاهلي مختلف في الحته دي؟ هقيس النادي الاهلي ببرشلونه. برشلونه بيغير المدير الفني بتاعه؟ لا. ليه؟ برشلونه عنده حاجه اسمها عيله، عيله برشلونه. يعني في سنه من السنوات كده جابوا ابراهيموفيتش اظني، وبقى يركب عربيه يعني مختلفه عن زمايله، ونوع من الايه؟ لفظوه بسرعه. النادي الاهلي عيله. العيله دي فيها حاجات سلوكيات بتحكمها، السلوكيات ديت ان انا بختار الاختياري طالما انا اخترت وعن جداره وجبت له اللعيبه اللي هو عايزها خلاص انا بقى فراه حتى لو خسرت الدوري. وبعدين في فترات فيها نوع من العقلانيه وانا بفكر. جميل. ايه هي العقلانيه؟ جميله. انا جبت مدير فني كويس قوي في فتره فيها احلال وتجديد، يبقى المسؤوليه بتاعت المدير الفني ولا لسه الاداره عايزه تجيب له اللعيبه زي ما حصل مع جوزيه، مش كده؟ بالظبط. اول سنه وبعدين طلب لاعبين وبعدين 24 بطوله 5 سنين، بتاخد انت الدوري قبل الدوري ما يخلص ب5 6 اسابيع، افريقيا على طول، كاس عالم 3 مرات، ابتديت تبقى بتنافس كل حاجه، ريال مدريد وبرشلونه بينافسوك على عدد البطولات. تمام. انت اكبر نادي في العالم واخد بطولات، فانت
العيله دي فيها انا مدير فني جبته، حتى طول عمر النادي الاهلي، مش حتى المدير الفني، حتى مدير النادي، اي حد بيجي ياخد صلاحيه بديله كل الصلاحيات وما تدخلش في شغله. جميل. من اول مدير النادي للعامل للرئيس النادي، اهو يعني ما هو رئيس النادي ده عضو جمعيه عموميه جاي عشان يخدم النادي، فبيخدم النادي من منظور العيله. العيله دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا اخترت احسنت الاختيار، ودايما دايما النادي الاهلي بيحسن الاختيار. جميل قوي. احيانا بيبقى في فترات بتحصل في نص موسم في حاجه كده، حاجه غلط حصلت، وارد جدا انك تجيب مدير فني كويس وعندك لعيبه كويسه، لكن حته الانسجام مش وارده. مورينيو بيروح واخد كاس اوروبا مش عارف مع ريال مدريد ومع تشيلسي بياخد الدوري، وبعدين يروح مع فرقه تانية تبقى مهدده بالهبوط. هنا الكيمياء مش ماشيه مع اللعيبه دي، على الرغم طبعا الدوري الانجليزي مليان لعيبه كويسه. صح. تمام. فريق الجونه السنه اللي فاتت كلنا قلنا كناس محبه للكوره الجونه السنه دي هيبقى فريق قوي جدا وعنيف جدا، ويبقى فريق يعني ممكن يكسب اي حد. الجونه شايفها ازاي؟ عليها علامات استفهام كتير جدا. والله كان لازم يغيروا مديرهم الفني يا كابتن. والله كان ممكن ما يتغيرش، كان حماده كان مش كويس جدا. وانا حتى لو انا هجيب انا يعني اسمح لي ان اقول يعني هم لم يحسنوا الاختيار. المدرب الصربي انا بشوفه بيبقى واقف متفرج زينا زيه يعني احنا بنتفرج، حتى بيبقى احيانا عندنا نوع من الحماس شويه ان احنا طب قول الحاجه. يعني الماتش اللي فات مع انبي 4-0 مع الرقفه ولا 4-1، يعني فين الاداره هنا؟ فين اداره المباراه؟ وفين وانت عندك لعيبه لعيبه النادي الاهلي كلهم لعيبه النادي الاهلي، حتى في عمليات الاختيار تحس ان اللعيبه ما فيش روح ما بتادي، بيجي في جول والتاني والتالت عادي جدا. لا في 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 حاجه غلط في عمليه حسن الاختيار، ما كانتش موفقه. والظاهر المدرسه الصربيه مش ماشيه معانا، اللي احنا ثلاث مدربين من صربيا ما نجحوش والثلاثه مشوا. ف يعني ارجو ان يبقى في حسن اختيار بقى في الفتره اللي جايه، لان الجونه فعلا امكانيات وملعب واداره على اعلى مستوى. نادر شوقي طبعا كل حاجه بصراحه، نادر شوقي يعني اقول لك ايه يعني، نادر وحسام غالي نادي وحسام غالي بالزبط. يعني قمه في الاداره وفي السلوك وفي الروح القتاليه والى اخره. محتاجه مدير فني يقدر يشغل اللعيبه كويس ويبقى فيه روح القتاليه تبقى موجوده، وخاصه هو عنده النوعيه اللي هي اصلا متربيه على الروح القتاليه وعلى حب المكسب والى اخره. بالظبط. برضو مصر مقصه نفس برضو المتوسمين فيهم خير، مدير فني ميدو برضو اسم كبير، لكن مصر مقصه مش عند المستوى المطلوب. والله هما بيأدوا كويس، انا شفت لهم الماتش امبارح يعني بيأدوا كويس، وكان الماتش لحد اخر 10 دقائق في الاسماعيليه كانوا ماشيين 0-0، وبعدين خطأين جه منهم جولين. انا شايف انه الصبر على ميدو وعلى عادل، اعتقد انه وهي الاداره اعتقد انها ادارتهم محترمه جدا. بس لا يعني هم مع ايهاب جلال قعدوا معاه 3 سنين بالظبط، جيبوا له اللي هم عايز لبن العصفور جيبوه له 3 سنين لحد لما في السنه الثالثه، فهم عندهم الخبره دي. تمام. ان انا بصبر على المدير الفني طالما انا احسنت الاختيار. تمام تمام. الاتحاد السكندري النهارده تعادل مع طنطا تعادل سلبي. الاتحاد السكندري كان يعني على قمه الدوري مع المقاولين، النهارده اعتقد خسر نقطتين مهمين جدا على ارضه. كنت بتكلم امبارح او اول امبارح على هل الاتحاد يقدر يحافظ على شكله ده وتطوره ده، ولا برضه هيبقى زي كل سنه؟ انا الحقيقه مش عارف الدكه، بس هو كابتن طلعت معتمد على 11 واحد، حتى التغييرات بتاعته يعني تقريبا بتبقى نادره، يعني بيبقى في تغيير اصابه او يعني حاجه يعني حاجه اضطراريه يعني. فانا بشوف انه المباراه النهارده كانت نوع من العصبيه الزياده، فخلت اللعيبه تفقد
الاحساس الفني والجانب التكتيكي اللي كان المفروض بيلعبوا بيه. كان في عصبيه شديده. مستر 40 مستر 40 وفي خشونه. يعني من الفرقتين في نوع من تخش بتضربوا بعض، يعني مش بتلعب على الكوره يعني. انت مجرد انت ما فقدت السيطره على اعصابك وعلى عضلاتك، وان انت خلاص ما بتفكرش في الكوره، بتفكر انك انت تخش جزء كبير انا بخش علشان اذيك لا قدر الله. فطبعا ده كلام ما ينفعش. انما النهارده النتيجه عادله، على الرغم ان الاتحاد كان ليه فرص وبرضه نادي طنطا كان ليه فرص، ولازم نحيي فريق طنطا. كنت لسه اقول لحضرتك طنطا الظاهره السنه، لازم نحييه ونحيي رئيس مجلس الاداره، راجل خد طنطا في 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 يعني في بدايه كده، ووصلها لمرحله كنادي اجتماعي فني رياضي ثقافي، راجل محترم جدا. اكيد اكيد. هذه اعتقد معظم الظواهر، يعني طنطا خسران ماتش واحد بس من 7 ماتشات، حاجه جميله جدا. متعادل مع فرق كبيره، عنده 8 نقاط، مع سموحه ومع طلائع ومع هو الفرق بين دجله اللي هو 3 نقاط في المركز الاخير، وطنطا اللي هو في المركز التاسع 5 نقاط يا كابتن. الموضوع لسه برضو لا، ده هو ماتش قريب ماتش بيوديك، علشان كده بقول بنصبر، يعني ماتش واحد يخليك تخش في المنطقه الدافيه. يعني امبي كان في المركز قبل الاخير، دلوقتي في المركز ال 12، يعني برضه واخد 3 بونت مهمين جدا من الجونه، 3 بونت في غايه الزمالك الاهميه، الزمالك واخد من الزمالك 3 نقاط برضه مهمين جدا. الزمالك ماشي، يعني دي الظواهر اللي احنا شفناها في الدوري، كنت حابب اكلم حضرتك فيها. كان في علامات استفهام كده على بعض الفرق، وحضرتك وضحت كل حاجه. نتكلم على الاهلي، 5 انتصارات ب 15 نقطه ما شاء الله، علامه كامله. النادي الاهلي مع ريني فايرر محقق 17 هدف داخل مرمى، هدف واحد بس في الدوري العام. شايف برضو الاحصائيه دي ازاي؟ بدايه كلامنا قلنا حسن الاختيار. تمام، فانت احسنت الاختيار، وعلى الرغم ان انت لما احسنت الاختيار وجبت الراجل كان في اول ماتش في افريقيا بعد ايام بسيطه بالظبط، 4 5 ايام بالظبط هيروح يلعب. واحنا هنا في قناه الاهلي قلنا ايه؟ انا شخصيا قلت ايه؟ قلت الماتش ده ماتش لعيبه، يعني هو الراجل لسه ما يعرفش امكانيات اللعيبه ايه، فقلت هيبقى 80% لعيبه و20% مدرب. المدرب مع كابتن سيد ومع كابتن سامي امصار، تمام، يديله بقى المعلومات واللعيبه ايه وهغلب. الحقيقه فاجئنا هناك انه التعليمات اللي اداها للعيبه، يعني مجرد ما جبنا جول ابتدى يبقى في استحواذ. يعني كنا احنا في السنه اللي فاتت واللي قبليها كان في على طول الريتم بتاعنا سريع سريع سريع، بعد ما جبنا الجول الاولاني وابتدى يعمل تغييرات موفقه جدا، ينزل وليد يجيب الهدف، صلاح ينزل يجيب الهدف. الماتش الثاني كان الزمالك، فاجئنا كلنا، اجاييه بيلعبوا راس حرب بالزبط. والاول مره في تاريخ النادي الاهلي من حسب معلوماتي يعني انك انت بتجيب في الزمالك 3 جوال في الهاف تايم الاولاني، ودي نسبه طبعا اذا كانت اتكررت قبل كده انا مش عارف، لكن 3 جوال ملعوبين وبعدين لحد الدقيقه 62 وانت مسيطر سيطره كامله على المباراه. حصل طبعا 2 مدافعين اصيبوا، و فطبعا ده عمل نوع من الخلل شويه، وضربتين جزاء. انا قلت برضو في الماتش ده اللعيبه هتبقى 70% وهو 30، برضو فاجئنا ان هو بقى 50 50 واكتر كمان، والله واكتر كمان. بعد كده تحس ان اللعيبه بتستوعب، محترم الراجل قوي وهو محترم اللعيبه قوي، وعارف امكانياتك يا عبد الحميد، عارف انت جواك في ايه. يعني مجرد وانت بهدومك كده انا ممكن كمدير فرقه اعرف، شو بقى يعني ببالغ قد ايه، لان دي كانت تجارب وكانت بتمر عليا. تمام تمام، اعرف ان انت بتلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين وانت واقف قدامي. فالراجل ده قدر ان هو يطور معظم اللاعبين لتسخيرهم في الاداء الجماعي. شوف رمضان بعد اداء فردي بقى اداء وشكله ايه، وانعكس عليه في المنتخب الاولمبي. حسين الشحات كان فين وبقى فين، قفشه كان فين، كل الناس، رامي كان فين وبقى فين، معلول ومحمود وحيد كان فين. برضو قلنا في قناه الاند الاهلي ان الراجل ده من ضمن المدربين القليلين، مش عايز ابالغ واقول في العالم، انه جوارديولا بيعتمد على 20 لعيب.
هو بيعتمد على 20 لعيب مش على 14 ولا 11. يعني انت الماتش اللي جاي ما انتش عارف مين باك يمين اللي هيلعب. انت عارف هو لا انا ما لا بصراحه لا هو ليه يعني بقى عندك ثقه بالظبط بقى عندك ثقه انه في هاني وفي فتحي وفي معلول وفي محمود وحيد وفي رامي وفي ايمن وفي عمرو سولية حتى مع وجود الاصابات ابتدى يدي لديانج ابتدى يديله واحده واحده. هو بقى انا بقى عندي ثقه فيه هو بصراحه في حسن اختياره زي ما حضرتك قلت في الاول. يا راجل كل تغييراته بفضل الله مؤثره جدا. شفت تغييرات امبارح بالظبط احمد الشيخ نزل احمد الشيخ اللي الاصل للاسف المدربين اللي قبل كده ما كانوش مقتنعين بيه كانوا قاعدينه في المدرج على طول السنتين اللي فاتوا. النهارده بيعتمد عليه وكل ما بينزل 10 دقائق يروح جايب جول. مش عشان جاب جول ولكن علشان هو عارف ان اللاعب ده مميز محتاج انا محتاج ان انا بس يعني ايه اديله الثقه تمام ومحتاج اديله الشغل في الملعب تمام. واهتم بيه حتى لو انا قاعده احتياطي يبقى قاعد مبسوط وقاعد بيدعي لزميله انه زميله يبقى كويس. الروح اللي هي موجوده ديت راجل بيحترم اللعيب واللعيبه بتحترمه وبتخاف منه وبتحبه في نفس الوقت بيحترم المنافس جدا. ده امبارح جبت جول الاول الشوط الاولاني انت بتلعب اول مره اشوف النادي الاهلي بيلعب كرات طويله. الشوط الاولاني كانش بيلعب الاربع ماتشات وافريقيا وكله بيبدا من تحت. في الماتش ده ابتدى يبقى فيه كرات طويله سواء على الارض او سواء كور طويله بحيث ان هو الحته بتاعت نص الملعب اللي هم بيحاولوا يسيطروا عليها انا اضربها يضربها على طول في الباص واضرب عمليه التسلل اللي هم بيلعبوا بيها تمام بيلعبوا على 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 خط واحد فانت ممكن تعمل المندفع من الخلف تتلعب له ودي حصلت ويمكن ضيعنا فيها كام جول يعني تمام. الشوط الثاني غير تماما بعد ما جبنا الجول ما كانش بيقابل من تحت. كان الشوط الاولاني بيقابل من تحت وكان عندنا فيه في وسط الملعب كانوا هم مسيطرين شويه عليه لانه كان قفشه وعمر السوليه وكان وليد الكسره العدديه عليهم ما كانتش كانت مديه الافضليه لدجله على الرغم ان هو ما شكلوش خطوره تمام. الشوط الثاني فاجئني وفاجئ الناس كلها وجمهور النادي الاهلي انه بعد ما جبت الجول بيقابل دجله منين يا كابتن عبد الحميد؟ بيقابل من نص الملعب سايبهم بقى في نص الملعب بتاعهم انقل زي ما انت عايز بس انت هتجيلي عشان الوقت مش في مصلحته مش مصلحه دجله اهو كده فلازم هيجي لك فانا هضيق بقى مساحاتي ومش وهوفر جهدي هوفر جهدي. العمليه ديت تحس ان هو باشاره منه على الرغم ان الكاميرا لما بتيجي عليه ما بيوجهش ولا حاجه. كنت هقول لك في مدربين كده بس مش زي مدرب دجله يعني طبعا هو ما بيوجهش ولكن ممكن جدا اقرب لعيب ليه يبلغه واللعيب على طول بيبلغ زمايله. يعني تبص تلاقيه بعد ما كان في ضغط من تحت ابتدى يبقى الـ 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 بيقابل دجله من نص الملعب. في احيانا ثانيه بعد ما جبت الجول الثاني عمل ايه؟ ابتدى يبقى يضغط من تحت يروح عليهم على عبد المنصف. ليه؟ لما حس ان هم تعبوا وابتدى يبقى فيه اخطاء في التمرير. فخلاص بقى مش هديهم فرصه عشان اجيب الثالث والرابع. ذكاء مدرب مطلوب جدا في المواقف دي. وده طبعا امتى تضغط من قدام وامتى زي ما حضرتك بتقول على حضرتك بتتكلم في حاجات كمان تدريبيه للي عايز يتعلم تدريب كمان امتى تضغط وامتى الفرقه هي هتجي لك بسرعه لان هي اساسا لازم تجي لك. وبعدين عيني عبد الحميد عيني فيها الحساسيه. انا بشوف دجله ابتدى يبقى فيه كرمبات ابتدى يبقى فيه ميس باس كتير. طب انا اديله ليه فرصه ان هو صح. يعمل استحواذ عليا ابتدى يضغط من تحت. ازارو قطع وقفشه قطع وحسين الشحات قطع. ليه؟ ابتدى هم كمان يتعبوا مع الوقت. وده اللي برضه هينفع النادي الاهلي باذن الله تعالى. اعتماد الراجل على ال 20 لاعب هينفعه في ضغط المباريات اللي جايه. اكيد ضغط المباريات اللي جايه هتبقى تلعب كل 3 4 ايام ماتش هيبقى عندك المتنفس انك انت مش هتفرق بقى ألعب حسين ألعب الشيخ ألعب رمضان ألعب مروان ألعب أزارو ألعب أجاي كلهم جاهزين. ودي ميزه هتبقى موجوده في النادي الاهلي مش موجوده في اي تيم في الدوري. اكيد علشان كده الجمهور النادي الاهلي والاداره وكل الناس تبقى مطمئنه ان الاداء باذن الله تعالى
مع الراجل ده، في حاجه بتتعمل بالزبط. بيبني تيم لمده 4 5 سنين مع العناصر الموجوده، مع العناصر الشابه، مع العناصر الخبره، مع العناصر اللي هي خبره ونضج. دي كلها امور مبشره جدا، الى جانب ان هو ما اتكلمش ابدا على التحكيم يا كابتن عبد الحميد خالص. شفنا النجم الساحلي حصل فيه ايه، هو مركز، الحكم عمل ايه، مركز في شغله، يسالوه الحكم ولا يجيب سيرته خالص. انا لو هناك قصور على حاجه ولا يمكن يتعدى على اختصاصات غيره. يعني لما يقولوا له مثلا ايه، انت احتياجاتك ايه بالنسبه للعيبه، يقول لهم الكلام ده ما يتقالش في الاعلام. الكلام ده يتقال فين؟ في النادي وفي اوض مغلقه. صح. راجل عارف النادي الاهلي كويس قوي، وهو بيحترم نفسه وبيحترم النادي، وبالتالي عرف وهو عارف اسس العمل في التدريب، ان انا مش مفروض ان انا ما سهل جدا اقول لك انا هجيب فيرلوت. انما الراجل بيحترم الكيان وبيحترم نفسه طبعا، لان الراجل عارف شغله، الى جانب الاستاف اللي موجود معاه، استاف هايل وبيساعدوه جدا. كابتن سيد نمره واحد يوفر له كل حاجه، سواء فرق، سواء امكانيات، سواء سفر، سواء لعيبه، انتظام، كل الحاجات دي متوفره له، الى جانب الجهاز المعاون بتاعه. كابتن حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، بيبني فرقه ولا بيبني سيستم؟ ايه رايك؟ الاثنين. تحب يبقى ايه؟ تحب الشكل ده يبقى سيستم للنادي، يبقى سيستم لاي حد جاي بعد كده يشتغل عليه؟ تحب تشوف شكل النادي الاهلي كده على طول، ولا برضه ممكن الزمن لسه جاي، ممكن فايلر بعد كده ربنا طبعا يعني يدينا طول العمر يحقق بطولات زي ما انا والجوزيه محقق ان شاء الله، انا متوقع له كده، هيمشي هيجي الوقت ويمشي. تحب ان هو ده يبقى سيستمنا شكلنا كده على طول، ولا برضه مع المدارس اللي ممكن تيجي تعمل شكل تاني النادي الاهلي؟ لا، ده هو ده السيستم بتاعنا، هو ده شغلنا. النادي الاهلي طول عمره كده. هو رجعك. امال ايه؟ هو لاسارتي واللي قبليه ما كانوش مع احترام يعني، هم ناس مدربين هايلين وكل حاجه، لكن ما كانوش ينفعوا النادي الاهلي. الاثنين ما كانوش ينفعوا النادي الاهلي، انما ده راجل بيرجع النادي الاهلي للي كان عليه. جميل. ايام شو زي مش كان الاداء كده؟ هو بيعمل نفس الاداء، وراجل محترم جدا في سلوكه مع الاعلام، احترم الاعلام جدا، بيحترم المنافس. هو لما نزل بعد ما جاب الجول الاولاني وراح عامل الضغط من نص الملعب وراح نازل في وسط الملعب، بيحترم دجل، وعايز ياخد الثلاث نقاط، بياخدهم برؤيته. وبعدين كل تغييراته بفضل الله مثمرة إيجابية ومؤثرة، وبتيجي في التوقيت المناسب. بتيجي في التوقيت المناسب ليه؟ لأن في معاه جهاز، الأجهزة اللي قاعدة جنبه ما هماش قاعدين بيتفرجوا عليه زي ما أنا وأنت بنتفرج. لا، الناس معاها بالكمبيوتر وشغالة، الراجل ده يطلع في الدقيقة كذا، الراجل ده ينزل، ديانج ده هينزل قد كده، عشان الماتش اللي بعديه ممكن ياخد 45 دقيقة، الماتش اللي بعديه ممكن يبدأ ب 60 دقيقة، الماتش اللي بعديه خلاص 90 دقيقة وخلاص، بعد كده ياخد الماتشات كلها. الشيخ نفس القصة، أجاييه مطلعه برضه دايما يطلع أجاييه في آخر ربع ساعة وآخر ثلث ساعة، دي كلها بتبقى محسوبة زي ما أنت بتشوف بره. بتشوف بره جوارديولا بيلعب بال 20 واحد، وعارف ان النهارده فلان هيلعب في الدقيقه الفلانيه، وبيبقى عارف ان هو انت هتنزل في الدقيقه 60، انت هتطلع في الدقيقه 50 علشان تبقى عامل حسابك، ال 50 دقيقه دول اعمل اقصى جهد عندك. تمام. عشان انا هطلعك في الدقيقه 70. وكمان موصل للعيبه يا كابتن ان مفيش عندي احتياطي واساسي، مفيش عندي بديل واساسي. هي ال 20 يا كابتن. انت ممكن تلعب اساسي الماتش اللي جاي، ممكن تقعد الماتش اللي بعديه خالص، احنا كلنا شغالين عشان تيم. ما هي يعني ازارو كان زعلان في افريقيا، ويعني مش ممكن ما يكونش حاططني في دماغه بعد كده، لعب وجاب جوان وبقى مبسوط جدا وفرحان جدا، هو ده اللي بيعمله فايلر مع النادي الاهلي. ما هي العيله، ما هي والله اقسم لك بالله الكوره عباره عن عيله. اذا العيله مش حابه بعض، جميل قوي، العيله لو مش حابه بعض هتنتج؟ هيبقى كل واحد باصص لاخوه وكاره اخوه. اذا ما كنتش انت بتعدل بين الاخوه اللي هم اللعيبه، بتعدل بينهم، كل واحد يبقى عارف ان هو بياخد حقه، كل واحد عارف ان هو لما يبقى كويس هيبقى في الملعب، المفهوم يوصل لهم، المفهوم يوصل لهم. هو المفهوم إن احنا موجود، كلنا عيله زي ما حضرتك بتقول، المفهوم موجود.
موجود من 100 سنه بالظبط. بس انت في فترات كده انت بقى يعني تهدى شويه او يعني الكيرف ينزل شويه، قبل ما ينزل انت على طول بتروح واخد طالع بالكيرف تاني. تمام. فهو بيرجعك للي انت كنت فيه، الى جانب طبعا الشخصيه. بيدرب نادي بحجم النادي الاهلي فعارف ان هو مش مفروض ان هو ينفعل او يكلم حكم، لانه ده مدرب مدير فني نادي كبير، فينفعش ان انا حكم يجي يطردني، ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اوجه لعيب في الملعب واعنفه، ما ينفعش. ده نادي كبير وانا لازم احافظ على لعيبتي، لان اللعيب بتاعي ده ابني بمنظوم ايه؟ بمنظوم العيله، مش منظوم حاجه تانية. عشان كده النادي الاهلي بيحط راسه براس برشلونه وريال مدريد، مع الفارق طبعا في الامكانيات والحاجات دي، لكن نفس النظام ونفس الشغل. النظام حتى الامور الماديه هتبص تلاقي النادي الاهلي حاطط نظام مادي، لا ما فيش حد يتعداه. لو هتجيب ميسي هياخد الرقم اللي اللعيبه بتاخده اللي هي موجوده فيها الف اللي النادي الاهلي حاطه، هي حاطه. فدي دي العيله. تمام تمام. عايزين برضو ما ننساش دور الشناوي، في عز ما انت بتجيب اهداف لا قدر الله ممكن يدخل فيك جول، ترجع للمباراه تاني او الفرقه التانيه تطمع فيك تاني. هو ما شاء الله واقف، ما شاء الله مركز، ما شاء الله تصدى امبارح الانفراد كان صعب جدا في توقيت توقيت يعني صعب جدا جدا جدا. كان النتيجه 1-0 بالظبط. الشناوي وطبعا شريف وعلي اكيد ما ننكرش ان الثلاثه انا بحييهم جدا على الروح بتاعتهم وعلى ودي هي فعلا النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي فعلا. يبقى شريف قاعد يعني هو اللي بيسخن الشناوي وهو اللي بيشجعه وهو اول واحد يخش يهنيه بعد الماتش، هي دي العيله برضه، نرجع للعيله برضه. فالشناوي امبارح وفي كل الماتشات اولا في نوع من التطوير في ادائه. كابتن طارق سليمان كان عامل شغل معاه، الراجل ده كمان طور كمان في بدايه الهجمه. لو تلاحظ دايما بيبدا الهجمات بتاعته لواحد وبسرعة. حتى لو مش بايديه، لو برجليه بيروح لعبها زي ما المدير الفني قايل له، بيلعبها ناحيه هاني او بيلعبها ناحيه معلول او ناحيه محمود وحيد، فهو ورايحه بالظبط بالظبط. معنى كده ايه؟ ان هناك تدريب على بدايه الهجمه. تمام. فالى جانب طبعا عمليه الانفرادات هو اكيد بيتمرن عليها، لانه الشناوي كان احيانا بيبقى فيه نوع من الخروج المتسرع، وكان احيانا بيبقى فيه ضربات جزاء، فابتدى الحته دي قلت شويه، قلت خالص قلت خالص. الشناوي بقى يقدر يطلع دلوقتي عامل حسابه ان ممكن الحكم يعني يلاقي اي حاجه. هو جري امبارح في واحده بس هنعديها له. فهو هعديها لك الشناوي بتاعت امبارح دي. انا في جري في واحده، واحده برضه طلع فيها يقابل فيها على ال 18 بس يعني الولد ما حصلهاش. لا جابها حطها جنب العرض. حطها جنب العرض ناحيه اليمين كده. فهو ابتدى عمليه الخروج يبقى فيها انضباط، وبعدين هو طالع بيبقى قاري الفيرود، ودي من ضمن الحاجات اللي المدير الفني بيعملها. ان انا هلاعب دجله فعارف ان دجله بيلعب بفيرود فلان ميزاته ايه، فبجيب حارس المرمى الراجل ده لما بينفرد المرمى بيحطها في الحته الفلانيه، فيفضل يتفرج عليه بحيث ان يبقى عارف ان الراجل ده لما هيجي يطلع بدماغه هيحطها في الحته الفلانيه. فدي برضو من ضمن الشغل التخصصي اللي المفروض ان الناس المتخصصين بيشتغلوا عليه. اكيد اكيد. حاله رمضان صبحي يا كابتن، يعني من النادر قوي ان انت تلاقي لعيب جاي لك من حاله احترافيه في دوري كبير بمستوى قليل وبعد كده يكبر ويتطور في حاجه كانت اعلى بكتير جدا مما قبل ما هو يسافر كمان. لازم اشكر اداره النادي الاهلي مليون في الميه. ونادر شوقي مليون في الميه. هو ما كانش ناجح في انجلترا، وكان للاسف مش هو اللي مش ناجح، المدير الفني احيانا في الخارج او بره في الدوري الانجليزي بيبقى يعني مدى اقتناعه باللاعب اجيب صفقه وخلاص، انا يعني العبه 10 دقائق ربع ساعه وخلاص وانتهينا، ولسه بدري عليه ولسه صغير مش مقتنع يمكن قوي. يعني رجوع رمضان صبحي في التوقيت ده هيخلي عقل قيمته التسويقيه يقول ايه سبع ثمان اضعاف الرقم التسويقي. صح. الى جانب دي، وكويس انك انت سالتني السؤال ده، رمضان من الشخصيات
القيادية اللي هتبقى من الشخصيات المميزة جدا في النادي الأهلي بعد عمر طويل لأحمد فتحي، وإذا كان في أي حد تاني بعديه وعاشور والآخره. لو أنا مدير فني بعد كده في فترة من الفترات، سنة سنتين ثلاثة، رمضان لازم يبقى هو قائد الفرقة، لأنه شخصية قيادية محبوبة، ناس تحبه، وفي نفس الوقت جد ما بيهزرش، وخاصة الراجل نقله نقلة، وهو طبعا ساعد الراجل بعد أكيد. ما كان أكيد. رمضان طبعا كان بيبقى واخد القرار يا عبد الحميد، واخد القرار ان الكرة لما تجيلي هرقص، الفرقة مش مشكلة، الفرقة التطوير ده ان انا الكرة تجيلي عارف انا هلعب لمين، لعلي معلول ولا الاجاييه، الجون الثاني في الجول الثالث في الزمالك اخد وراح شاق لجوه راح مديها لاجاييه راح واخدها وحاططها راكنها. القرارات دي بقى بدل ما كانت فرديه بالنسبه له بقت جماعيه. امبارح قياده ترجم مجهوده ترجمه لحاجه بتخدم الفرقه وبتخدمه هو ده كده. بيعمل حاجه تانية يعني صعبه جدا الفتره اللي فاتت، الفترات اللي فاتت ما كانتش موجوده، محطه رائعه وانت طالع بالهجمه وزمالك بيعملوا سرعه ارتداد بيروح واخدها وبيقف عليها وبعدين بيروح مرقص واثنين وثلاثه ويروح مرجعها يرجعها وابتدي تبدا الهجمه من بدايتها بالظبط مع زياده عمليه عددية المحط تمام. عشان تطلع تمام. بالكثافه العدديه تمام. عشان تهدد مرمى المنافس تمام. فانت الخطوه دي ان هو كمان الى جانب القياده الى جانب ان هو بقى محط الى جانب الخطوره، الكره بتيجي في رجليه خطوره خطوره على طول عمليه حتى احيانا في كور ببقى بتمنى ان هو يعني واحد على واحد لا روح بقى وشوط وهات جول، حتى دي ما بقاش فيها اناني ويروح عاملها لزميله اكتر من كوره. كل ما تعلى بنسب يا كابتن، كل ما تعلى بنسب ان انت تترجم لمصلحه الفرقه او لمصلحه الفريق، يعني مثلا انا اعدي 80% لا انا اقف على كوره هزيد مثلا 85% غير لما استنى حد واجيب جول، لو مثلا ممكن ما عديش وممكن ما استناش ممكن اعمل باص بس هبقى 90% ان انا اجيب جول. هو بيشتغل شغال على الحته دي ان انا اترجم اكبر عدد من الفرص ان انا اجيب فيها جوال. الحاجه الثانيه الفيتنس بتاعه الفيتنس بتاعه كان يعني في كور شوف الحاله الدفاعيه بيأديها ازاي، الحاله الهجوميه ازاي، القيمه التسويقيه. انا يمكن اتسالت سؤال هل رمضان لو النادي حب يجدد له ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى فيه؟ قلت له النادي الاهلي لا يمكن هيفرط في رمضان. انا رايي كاهلاوي النادي الاهلي لا يمكن يفرط فيها مهما كان الثمن اللي هم هيطلبوه، الراجل ده لازم يبقى موجود، ولو هناك اي صفقات ممكن انها تتباع وتعوض رمضان، لان ده هيبقى كادر من الكوادر المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. تمام. وليد ازارو، وليد ازارو ممكن نشوفه برضو مع فايلر بشكل جديد؟ شوف يا كابتن، ازارو كان غلط، انا ما شفتش اللي حصل بس يعني سمعت انه كان متنرفز او حاجه كده. يعني شوف الراجل طريقه علاجه لازارو كان ممكن جدا يعنفه ويبقى فيه غرامات وباستبعاد وي اسلوب اللي هو ديننا بيأمر بيه ان انا في رحمه واخده واعلمه يعني انت لما تخطأ انت بتخطأ في حق نفسك وحق ناديك مش في حق انا كمدير فني، فبالتالي بص تلاقيه عالج الموضوع. هل انت حسيت ان في مشكله؟ خالص، وكسب ازارو بطريقه غريبه جدا. انت شفت امبارح ازارو بعد ما جاب الجول جري على زمايله على فتحي وعلى حسام عاشور، وشوف مدى الحب والحضن وشوف زمايله لما هو جاب الجول فرحانين جدا كلهم رايحين له. طب هو الراجل بقى لو هو عصبي وراح واخده وراح بقى ايه وراح مديله بقى غرامات واستبعده ولا كان مين الخسران؟ هو تعامل مع الواقعه بحجمها يا كابتن. يعني هي الواقعه يعني نرفزت ملعب وقميص تدريب، قميص اللي هو بنلبسه فوق التيشيرت يا كابتن اللي هو احنا قميص التدريب مش التيشيرت. القميص اللي بيلبسوه ما بيسخن ورا الجون، هو حطه كده هو متضايق بس، فهو اتعامل مع الواقعه بحجمها ما كبرهاش زي ما حضرتك بتقول. وهو حسسه ان هو اللي غلط. بالظبط طبعا طبعا، لان انا مدير فني انا اقول لك العب انت ما تلعبش انت. بالظبط. فازاروا لما يسالوه بقى النادي الاهلي هل في عندك مشكله ايه؟ في حد قال لك انا قاعد انا قاعد مش ماشي قاعد في قاعد اسيب النادي الاهلي ازاي؟ فيعني فازارو طبعا جاي ان شاء الله مع وجود الاداره ومع وجود الجهاز الفني ده اعتقد هتاخد من ازارو في ماتشات الراجل بيبقى محتاج فيها سرعات أكيد. في ماتشات تانية هيبقى مروان محتاج
في ماتشات ثالثه هيبقى اجاي في يناير يبقى في فيرويد اخر محسم لسه كمان نادي بيتعاقد معاه هيبقى برضو ان شاء الله يتعاقد مع برضو فيرويد عشان احنا عندنا بطولات كتيره وافريقيا البطوله دي قويه ومحتاجه الترجمه بقى جوه ال 18 تمام فهتبقى مفيده جدا مع التعامل الهادي ده اللي احنا الجو اللي احنا نحب نعيش فيه اللي هو فيه هدوء وفي ثقه وفي عدل وفي امانه وفي كل ما هو طيب لان هو جمهور النادي الاهلي فيه الصفات دي الامانه والوفاء ودايما ورا فرقته في السراء وفي الضراء. احمد الشيخ حضرتك اتكلمت عليه بسرعه جدا قلت احمد الشيخ كان في مدربين مش مستغلين احمد الشيخ كان دايما فوق فايلر بيتعامل مع احمد الشيخ بطريقه ثانيه بيحاول يرجع احمد الشيخ شو هو شايف في حاجه. هل الراجل ده من 5 سنين او من 4 سنين كان يعرف قصة أحمد الشيخ؟ خالص، أعتقد ممكن يكون عنده، ممكن يكون سمع لكن طيب. لكن 3 سنين أحمد الشيخ أحسن لعيب في مصر، هداف دوري وأحسن لعيب في مصر، وأهلي وزمالك بيتخانقوا عليه وكله عايز يجيبه. بعد ما يجيب الصفقة دي، راجل بيعمل كل حاجة في الكورة، أجي أقعده في المدرج؟ يبقى العيب فين؟ العيب في اللعيب ولا العيب فيا أنا كمدير فني؟ إذا أنا عندي الموهبة دي وعندي الإمكانيات دي ناقصه إيه؟ ما بيدافعش اخليه يدافع. انت حضرتك بتتكلم في نقطه بقى يعني انا دايما بتساءل عليها هي بعيد شويه بس هي نفس المين نفس القصه يعني هل في لعيب تمرين وفي لعيب ماتشات؟ لا هل لا في لا. لعيب دولي وفي لعيب محلي؟ لا 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 الكلام ده عاري تماما عن الصح. فعلا امال ايه؟ بس انا دايما بقول كده يقولي لا في فعلا لعيب تمرين يا جماعه الدور المدرب مهم جدا ان انا شفت لعيب كويس يبقى هو لعيب كويس في كل مكان لو هو قصر في حته يبقى انا لازم اشوفه مقصر فيها ليه؟ وهحاول اعالجه لان انا شفته كويس، انا شفت احمد الشيخ كويس في المقصه، شفته هداف دوري، يبقى لازم اشوفه في الاهلي كويس. لو مش مستحمل بقى ضغط جماهير انا اكلمه، انا ارجعه، انا اديله الثقه، صح يا كابتن ولا ايه الموضوع؟ التمرين في النادي الاهلي غير التمرين في اي حته. اكيد. التمرين في النادي الاهلي هو مباراه. تمرين النادي الاهلي انت بتلاقي في التمرين ناس بتتعور في التمرين. بنموت، كنا بنموت في التمرين. ليه؟ لانك انت نفس الحماس اللي موجود في المباراه انت عامله في التمرين. بالظبط. اللي بيفرق ايه بقى في المباراه فيها جماهير وعايز حاجه نفسيه المدرب بيدهاني وهي اصلا موجوده عندي بس هي محتاجه من المدير الفني كمان انه ينميها لي فانا بنمي له الحته ديت هو لما جه 3 سنين راجل كسر الدنيا في مصر اجوال من جميع الزوايا بيرجع يدافع ويهاجم وبعدين انا اروح ملاعبه 5 دقايق وبعدين الراجل اللي بيلعب عليه بديله فرص اللي كان بديل اظن كان حمودي يمكن وانا اسف ان انا بقول الحمودي لعب كتير قوي وانا بديله فرص كتير قوي وانت ما بتديش لاحمد طب ادي هنا زي هنا يعني انت دايما بتدي لعادل وبعدين عادل مش ما بيديش مره واثنين وثلاثه وعشره لا طب والراجل ده الراجل ده مقدم زي باللغه الخارجيه مقدم اوراق اعتماده يعني مديني شهادات بتقول ان انا سفير فوق العاده تمام فانا لاعب ممتاز تمام فانت ما يعني ازاي ما تدينيش الراجل ده ما اعتقدش يعني انا بعتقد ان هو شافه في التمرين اكتر يعني وشاف امكانياته ايه والراجل ده لما هياخد ماتشات ما حدش هيشيله ما حدش هيقدر يشيله لان هينمي الواجب الدفاعي زي ما كان قفشه في فترات ما يعني ما بيأديش الواجب الدفاعي بتاعه في ماتشات احنا بنلاقي قفشه برضه بيأدي الواجب الدفاعي طبعا مش بالقدر اللي احنا محتاجينه اكيد لا احنا عايزين قفشه بيأدي الواجب الدفاعي زي حمد. زي سليمان زي وليد سليمان زي ما كان حمد تمام زي حمد فتحي عايزينه يأدي كده فانما هو ابتدى واحده واحده لان الراجل ما بقالوش شهر ونص فدي برضو عملية التنمية للعيبة مع الجو الهادي مع الطموح اللي موجود أعتقد مع الهدوء اللي موفره المدير الكورة كابتن سيد دايما لازم نشيد بالراجل ده أكيد إن الراجل ده الحقيقة بيأدي أداء الجندي المجهول أنت ما بتلاقيش مشكلة في النادي أكيد والله أنا عملية تجديد العقود اللعيبة السفر تجهيز الفنادق التعامل مع اللاعبين الخصومات انت ازاره ما اعرفش تعاقب ولا هل حد عرف ازاره تعاقب ولا لا ما دي برضو العيله ان انا بحافظ على ابني غلط فانا رجعنا ده ابني ما مش هشهر بيه ولا فده برضو السلوك الهادي
المنضبط اللي هو ينجح الفريق. تمام تمام يعني هو زي ما حضرتك بتقول الاهلي رجع بشكله اللي هو كان ممكن حد يتعاقب من غير ما نعرف، وممكن مدير الكره يطلع مفيش عقاب ولا حاجه وممكن يعاقبوه احنا ما نعرفش، اهم حاجه ان الدنيا زي ما الاهلي زي ما احنا عايزين الاهلي نشوفه. كابتن سيد طلع قال ان اللعيب ممكن يتضايق وممكن يزعل لكن مفيش عقوبات على ازارو، وفايلر قال ممكن اللعيب طبعا يتضايق ولازم يزعل عشان كده مفيش عقوبات عليه، ويتكلم زي ما حضرتك بتتكلم او عالجه من النقطه اللي اتكلمت فيها ان هو احتواه. الحمد لله ده الشكل اللي احنا عايزينه يا كابتن أكيد النادي الاهلي. أكيد هو الراجل رجع النادي الأهلي للفترات اللي فاتت بعد ما يعني هبوط شوية كده والكيرف ابتدى يطلع تاني، كله شغال على قدم وساق. انا بعد مباراه الاهلي والهلال السوداني انا كنت في الاستاد فشفت كابتن سيد باين عليه تعب، باين عليه عارف تعبان جدا، فانا شفت وشه مالك في حاجه؟ قال لا لا مفيش حاجه يعني شويه برد. حتى بص احنا من بعض بقى تعبان جدا جدا، لكن في العموم لا انا كويس جدا مفيش حاجه خالص. لكن زي ما حضرتك بتقول كله بيشتغل، كله شايف شغله على احسن ما يكون، هو دي عيله النادي الاهلي اللي حضرتك بتتكلم عليها. لازم كمان دايما يا كابتن البطل وهو شغال مفيش حد سايبك، كله عايز ينال منك، اللي عايز ينال منك هينال منك في الملعب، مش هينال منك في الملعب، بينال منك من خارج الملعب. تمام جميل. عن طريق بقى ايه اعلام، عن طريق يوقع بين لاعب ولاعب، فاذا ما كنتش انت محوط على لعيبتك محوط على جهازك كويس قوي جميل قوي وحاطط اللعيبه كده في حضنك، وبعدين مفيش واحد يعني يشذ عن المنظومه، مفيش مثلا لعيب صغير يتكلم مع كابتن فرقه، ما ينفعش، لا عمرها ما حصلت في تاريخ النادي. فدي الامور دي بتتلم بسرعه علشان ايه؟ علشان اي حد بيحاول من بره ان هو ينال منك مش ان شاء هيعرف. الله مش ان شاء الله هيحصل. مش هيعرف باذن الله تعالى ان شاء الله. الاهلي والحرس المباراه اللي جايه نتكلم فيها بسرعه جدا عشان وقتنا بدا يخلص للاسف. شايف المباراه ازاي؟ برضو بنتكلم عن مباراه، انها مباراه كبيره، الحرس فرقه كبيره زي ما حضرتك بتقول بنحترم كل الانديه، شايفها برضو ازاي؟ ممكن فايلر يتعامل فيها ازاي؟ والله بفضل الله انا مطمئن ان لان الراجل بيعمل الشغل اللي هو مطلوب منه وبيتقنه. انا خلصت ماتش النهارده الصبح كان بيتمرن بالظبط وبيتكلم في الماتش اللي جاي، وبعدين بجيب الشرايط بقطع كل لعيب، انا النهارده عيوب امبارح كانت ايه انا بعرضها عليه، انت النهارده وانت بتقابل الفيرود قابلته بطريقه غلط، اقوم بالليل احضر له ان هو يتمرن على الحته دي بحيث انها ما تتكررش تاني. تمام. الراجل اللي كان بيخترق ليه؟ لان احنا الحته دي كان فيها مسافه، المسافه دي لازم تتقفل. الفيرود ليه ما جابش الجول ده؟ علشان في الحته دي المفروض كنت تعملها بالطريقه الفلانيه. الى جانب الفريق المنافس بياخد ثلاث اربع ماتشات واخر ماتش نشوف الناس دي هتلعب بأني تشكيل وبتلعب ازاي؟ وبتلعب ازاي قدام النادي الاهلي؟ بتأمن الدفاع وبتلعب المرتدات وعنده سرعات، انا بالتالي لازم ابقى عندي الناس اللي بتلعب في مساحات ضيقه اعتمد عليها في الجانب الهجومي، والجانب الدفاعي ابقى امن السرعات بتاعتي بحيث ان انا ما يبقاش في حد يوصل لمرمى الشناوي ويشكل خطوره على النادي الاهلي. ده باختصار ماتش حرس الحدود، انه هيبقى قاري الفرقه كويس قوي، ومش هو كفايه، ده هو بيقري اللعيبه كمان لانه بيعرض عليهم الماتشات بتاعه الحرس وبيحط لهم ملخصات. انا النهارده هلاعب الحرس يوم الاحد قبل الماتش، مش ليله الماتش ومش يوم الماتش الظهر، لا خلال ثلاث اربع ايام اللي جايين دول بيشتغل الشغل ده بحيث ان اللعيبه تبقى عارفه يوم الاحد واجباتها ايه، المحاضره هتبقى ايه؟ تبقى ربع ساعه نص ساعه بالكثير، بحيث ان اللعيبه يعني يقول التشكيل ويستوعبوا يذكرهم تذكره كده خفيفه بالحاجات اللي هم المفروض ان يعملوها يعني. اكيد اكيد. اخر حاجه هقول لحضرتك، الحرس لعب سبع مباريات، فاز في اثنين، تعادل في اربعه، خسر مباراه واحده بس، ليه سبع اهداف وعليه ست اهداف. شايف ان هي احصائيه يعني متوازنه. يعني ست اهداف كتير في سبع ماتشات، وهو جايب سبع تجوال، يبقى برضه ترجمه الاهداف قليله. طبعا ده مش معناه، ممكن جدا احيانا دي بتبقى الامور دي خادعه يعني. لا الاحصائيات فيما قبل المباراه يعني فيما قبل تبقى خادعه يعني، محدش يعرف حاجه يعني أكيد. ممكن جدا انا بنفرد بالمرمى سبع ثمان مرات وجول فاضي واحطها بره صح واطلع جايب كسبان 1-0 بس بدل ما اكون كسبان 5-6،
واحيانا في فرق تانية بتبص تلاقيها في ماتش واحد، يعني مثلا الانبي جايبين 4 تجوال في الماتش بتاع الجون. طب ده هيخليهم لما انت بقى تعمل الاحصائيه ديت، انا بتفق معاك جدا، هتحطهم في حته تانية، هتحطهم في حته تانية خالص، يعني مش حاجه اكيد. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا حبيبي، ودايما مبدع وممتع. الله يكرمك، ربنا يخليك كابتن. شكرا حبيبي، نورت وشرفت. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير الكابتن عادل طعيم، ونجم مصر ونجم النادي الاهلي. بعد الفاصل هيكون معاكم الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بالشروق في ضيافه الزميل العزيز محمد سعيد. تشرف بيك ودايما، ومع الف سلامه.